إلى السؤال الموالي وهو سؤال حول إحداث جامعة بإقليم الناظور مستقلة عن جامعة محمد الأول بوجدة للسيدات والسادة النواب الفريق الاشتراكي، فتتفضل إحدى أو أحد وضع السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة الرئيسة، السادة الوزراء، السيدة والسادة النواب المحترمين، السيد الوزير شكاكا غريب داخميكي كالتوارد في عملية مازيغ في التاريخ في مازيغ، ولكن السيد الوزير دي 2005 الحكومة صاحب الجلالة تقى الكلية ذي النضوة، ولكن الكلية تقى فاشلة ذي الأساتذة ذي النعمة ذي الأقسام، ولكن سكان النضوة رامية وثودف وذا العدالة والتنمية ذي الحكومة ذي مغارين سروري طلبة جميع الشمعة باش اشكى العدالة اتقيش من جهود ضم قران، ولكن وريناج باش انا نفكشد جامعة مستقلة خل جامعة محمد الأول ومجدة باش النضوة يسد ذي ثوات أوروبا لانطلاق المغرب العربي باش ديري رنتا أم الجامعة ومجدة أم الجامعة الدار البيضاء أم الجامعة مراكش أم الجامعة فاس. شكرا أم الجامعة. شكرا سيد نائب، شكرا سيد نائب. جواب السيد وزير. اوكي ضربي وسدالوك الجامعة المزيانين نسيت غوش من الطلبة غوش 3500 يديتا من البكالوريا يوتيوب. سيد الوزير راه تيمشي لك الوقت، سيد الوزير، سيد الوزير راه كتسمع السؤال. أقول اللي غاسل غور 3500 داتا من البكالوريا وتكاش تدالو في الجامعة مزيانين نخت غاد الجامعة خاتارين مشى الوقت ديال الجامعة الصغيرة الناظور فيها 3500 تلميذ اللي تحصلوا على البكالوريا 34% ديال الاستثمارات هاد في 2013 مشات للناظور وانا زرت الكلية ديال الناظور هادي قل من شهر وحنا غادي نديروا استثمارات وغادي نقولوا صحاب الحسيمة بعدا غادي نبداو في بوليتكنيك الحسيمة غادي نبداو تكون بوليتكنيك الحسيمة ان شاء الله وجايين بهاد البرامج باش نقويو الجامعة المغربية لان كاين تشتيت عندكم 75 استاذ عندكم حوالي 8 ولا 7. شكرا سيد وزير. شكرا سيد وزير. سؤال